السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني، ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. انا اتاخرت عليكم بس النهارده جايه لكم بحاجه جميله بقى، هخلي لكم زيتون تاكلوا صوابعكم ورا. يلا بينا بقى نغسل الزيتون. الطبق ده هيكفي؟ اه هيكفي ان شاء الله. احنا بعد كده نحطه في طبق اوسع بعد ما نشققه. الزيتون دلوقتي هنغسله وهنحطه في المصفى، بس احنا عايزين مصفى اكبر من دي شويه. وهنغسله ونشققه ونحط له عصير ليمون ونقعد بقى نقعينه ايه 3 ايام. تمام، 3 ايام ننقعه عشان المراره اللي فيه تروح، وبعدين نخش في التخليج. نغسله دلوقتي احنا بقى. هو ما شاء الله زيتون نظيف، اللهم صل على النبي. شايفين؟ السلام. شايفين؟ عليه الصلاة والسلام. حاجة حلوة يعني، جميل. كيلو كام؟ كيلو ب25. دول 2 كيلو 50 جنيه. جبنا معاهم كيلو ليمون ان شاء الله، وانا بخلله هوريكم بقى ايه. هنعصر عليه الليمون وهنحط له فلفل شطه وخل، وهنخلله جميل ان شاء الله. تغسلي غسله تاني؟ لا طبعا، نشطفه شطفتين. نشطفه شطفه تاني علشان ما يبقاش فيه تراب، يبقى نضيف. هو كده كده هيتنقع 3 ايام طبعا، هيبقى منتهى النظافه ان شاء الله. احنا جبناه طازه النهارده عشان كده شكله جميل ما شاء الله. احنا غسلنا الزيتون دلوقتي، شطفناه مرتين وبقى نضيف اهو زي الفل. بس عايز دلوقتي ايه، شقتين بس كده كده في الجناب، ونشققه كله كده. ولما اخلصه هقول لكم بقى هعمل ايه. بصي، في ناس يعني بتفعصه كده بايديها وتسيبه، بس انا مش عارفه، بحس ان الزيتونه هتطرى كده ومش هتبقى مظبوطه. لا لا يعني مش هتبقى مظبوطه، وتيجي تطلعيها هتلاقيها دايبه. لكن هو كده بيتخلط، ده بيقعد شهرين يستوي فيهم عشان المراره تروح منه، شهرين. ما نفتحش عليه بعد شهر واحد ولا 20 يوم ولا حاجه ونقول الزيتون مر، ما ينفعش، لازم يقعد شهرين. خلاص كله كده هيتشقى واتنقع في الميه ويقعد 3 ايام منقوع. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنحط الميه على الليمون على الزيتون. انت حطيتيهم في طبقين؟ اه حطيتهم في طبقين. فصلتي الكبير عن الصغير؟ الصغير اه. وهنعصر، هزود ميه على ده واحط ميه على التاني. والميه دي تتغير مرتين في اليوم، يستحسن يعني مرتين في اليوم، لان مرتين في اليوم هيخلوا المراره تروح منه بسرعه. مرتين في اليوم؟ اه ممكن مرتين في اليوم، يعني الصبح مثلا اول ما نصحى وبالليل قبل ما ننام. اه اه. وعصير الليمون مش هيخلي، ماشي اجيب لك ميه تاني للطبق التاني؟ اه هاتي ميه تاني، بس عصير الليمون ده مش هيخلي الخطوط اللي هي من السكينه دي تسود، صح؟ مش هتسود. اه عصير الليمون هيحافظ عليه. آه وممكن معلقه خل او معلقه خل. اه ممكن خل او ليمون. احط لكل طبق، كل طبق نص ليمون. نص ليمونه بس؟ اه اه لا مش محتاجه اكتر من كده. وكل ما نغير الميه نحط، كل ما نغير هنحط ليمون او خل. طب حلو، لو مش عندك ليمون حطي خل عادي. تمام. احنا النهارده عشان لسه ما اشتريناش الخل، خدي لو عايزه تزودي الميه ممكن بكره نحط خل عادي يعني. تمام. ان
نكمل الميه، هنكمل ده بس كده اسهل ان انت فصلتيهم في طبقين. اه احسن. إيه الصغير لوحده عشان تحسيه بسرعه. لا وسهل ان انت ايه تاخديه على طول وتعبيه في بيطمانات، مش لسه هتفصلي بقى. لا لا خلاص كده سهل كده، احنا خلصنا وان شاء الله كده ايه يقعد 3 ايام بالطريقه دي. نشوفكم بكره بقى واحنا بنغير له الميه ان شاء الله. ان شاء الله. يلا. ده هنا اليوم الثالث لنقع الزيتون، كنت بغير له الميه مره الصبح ومره بالليل. جبت 2 كيلو تاني، الاطباق الكبيره ده للزيتون اللي حجمه كبير شويه، والاطباق الصغيره حطيت فيها الزيتون اللي حجمه اصغر. حضرت هنا الحاجات معايا، فلفل شطه اخضر واحمر، وطبعا هنعصر ليمون وهنحط وهنعمل التحبيشه بتاعته، وطبعا اكيد اساسي الملح والخل، والبرطمانات تكون متعقمه ونظيفه هي والغطيان بتاعتها وناشفه تماما ما فيهاش نقطه ميه. اول حاجة هنعملها هنقطع الليمون طبعا عشان هنعصره كويس. انا عايزة من كوباية الا ربع او كوباية ليمون على المية اللي انا هحط فيها منقوع الزيتون. لقيت العصارة ما عصرتش ليمون كويس، فقلت ايه اعصره بايدي كده كويس عشان ينزل المية كلها اللي فيه. بالنسبة للفلفل الشطة ممكن لو عندكم هريسة شطة تحطوها، انا عندي وكنت عملتها بس مش عايزة احطها، انا عايزة احط الفلفل زي ما هو عشان نعرف ناكله يعني مع الزيتون وكده. هنا بقى جبت حلة كبيرة هحط فيها المية نفسها اللي هحطها في البرطمانات. دول 4 كيلو زيتون، المفروض اللي يتحط لهم 4 لتر من المية، لكل لتر مية هنحط كوباية ملح وكوباية خل وكوباية عصير ليمون، دول على الحاجات دي كلها على 4 لتر مية. وبتقلبوهم طبعا لغاية لما الملح يدوب خالص. وهنا حطيت شوية زعفران مش كتير، حاجة بسيطة بس تدي لون للمية. وبدأت هنا ماما بقى ربنا يديها الصحة بدأت تعبي البرطمانات، بتحطوا بقى الزيتون في البرطمان وتفضلوا تدوسوا عليه بإيديكم، يعني تضغطوا عليه على قد ما يقدر، على قد ما تقدروا تدوسوا عشان يعني تكبسوه كويس قوي. وهنا بقى الفلفل ما بدأت تكسر وتحطه بين الزيتون وتدوس عليه كويس قوي زي ما انتوا شايفين. ايوة تدوسه تدوسه جامد بحيث ان هو يشيل اكبر كمية ويبقى مكبوس كويس قوي. واخر حاجة طبعا بتحطوا عليه قشر الليمون اللي احنا عصرناه، بتدوه طبقة من فوق كده متغطية، واكيد طبعا فصوص الثوم دي كلها تعتبر حاجات مواد حفظ يعني للبرطمان من فوق. طبعا بنقلب بقى في المية كويس كلها، كل الحاجات تندمج كويس مع بعض، وبنعبي بقى البرطمانات لغاية حافة البرطمان من فوق خالص، يعني المية تبقى مغطية كل حاجة من فوق تماما. طبعا لو بتحط هريسة شطة، هريسة الشطة يعني في منها انا كنت عاملاها لسه بس ما نزلت لكمش الفيديو بتاعها، بحط فيها توم فبتبقى جاهزة، بتحط منها معلقة لكل برطمان وبتبقى 100 فل و10 يعني، بس انا ما حبيتش ان انا احطها عشان ما يبقاش الزيتون مشطشط قوي، فحبيت ان انا احط فلفل شطة مكسر كده، واللي عايز ياكل منه ياكل كده كده بيبقى متخلل يعني مع الزيتون وكده.
خدوا بالكم من موضوع الملح في التخليل وكده، لان الزيتون لما بيبقى الملح بتاعه قليل بيطلع. انا مره عملته كان الملح حسيته يعني ما كانش كافي وكده، فطلع معايا الزيتون مهري جدا وما فيهوش اي طعم زيتون ولا مخلل خالص. فخدوا بالكم الملح لازم يكون مظبوط. انا الكوبايه اللي عندي حطيت منها كوبايه ملح لانها من الكوبايات الصغيره، فانتوا لو الكوبايه مج او كده تقدروا تحطوا كوبايه الا ربع او 4 معالق كبار، ما تقللوش عن كده وما تزودوش عن كده. اقل حاجه للكيلو او لتر الميه يبقى كوبايه الا ربع او نص كوبايه، يعني لو من الكوبايات الكبيره. وطبعا اكيد المية تكون يا اما مغلية ومتبردة كويس جدا او تكون من الفلتر. وهنا خلاص بقى ماما بتعبي البيكربونات على الاخر من فوق خالص، زي ما قلت لكم المية المفروض ان هي تبقى مغطية فوق تماما، بس لقيت هنا في بيكربونات فيها زيادة كده، فبدأت تاخد بالمعلقة وتظبطهم تاني من اول وجديد. البرطمان طبعا بيتقفل كويس، وماما حطت عليه هنا من فوق برضو شوية زيت زي ما انتوا شايفين عشان يكتم الهواء خالص. وهقطع اكياس من اكياس التلاجة العادية، وهقفل كل برطمان هحط كيس وهقفل عليه الغطاء من فوق. البرطمان طبعا بيتقفل كويس وبيقعد من شهر ونص لشهرين. انا بفتح عليه بصراحة بعد شهر ما بستناش، عشان بحب اكل الزيتونة كده بتقرش، ولو فيها طعم مرارة خفيف ما عنديش مشكلة، مش بيأثر على طعم الزيتون بالنسبة لي. وطبعا ارقى من يعني ارقى مخلل الزيتون زي ما انتوا عارفين طبعا. بس كده الاكياس ما بتحطها عشان تكتم الهواء برضو، وتأكدوا ان البرطمان اتقفل كويس جدا. وكده خلاص الفيديو خلص. تسلم ايدك يا ماما، شكرا ليكم وسلام.